man who will lead today's draw with the same smooth skill he displayed on the pitch in 91 appearances for his قد country. أظهر لنا العديد من المهارات من قبل والآن and Juventus icon. والآن سيساعدنا في تقديم هذا الحفل الأيقوني. من فضلكم رحبوا بالنجم أليساندرو ديل بييرو. مساء الخير للجميع. كيف أبدأ؟ كيف حالك؟ رئيس جاني. رئيس جاني. الآن بدأنا الحفلة أليساندرو. يوجد بعض الأندية السابقة لا تشارك في هذه النسخة. ويجب عليك أن تكون محايدا. بالتأكيد. هل يمكن أن أسمي نادي؟ الآن نحن في مشكلة ولكن لنبدأ ونرى كم هو مثير أن نتواجد هنا اليوم. نعم أنا متحمس كثيرا أن أتواجد معكم مع كل هذه الفرق المشاركة وهذه النسخة الأولى والكأس الأولى وهذه أول مرة أراها على الطبيعة. هذا أمر رائع مبروك للجميع وأتمنى أن أشرح للجميع كيف تسير القرعة. الأمر بسيط جدا. الأمر كله لك أليساندرو تفضل. شكرا شكرا سامسو. هو يعرف كيف تبدأ القرعة. 32 فريق ستصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025. لدينا أربع مستويات وكل فريق في كل مستوى بناء على أدائه خلال اتحادها المحلي. المستوى الأول أربعة أندية من الاتحاد الأوروبي وأربعة أندية من أمريكا الجنوبية. المستوى الثاني لدينا 12 فريق. لدينا فرق جميع من الاتحاد الأوروبي ولدينا المستوى الثالث ناديين من الاتحاد الآسيوي لدينا ناديين من الاتحاد الأفريقي وناديين من الاتحاد أمريكا الشمالية ولدينا المستوى الرابع من ثلاث فرق من الاتحاد الآسيوي وأيضا من الاتحاد الأفريقي وأيضا من اتحاد أمريكا الشمالية وأيضا الفريق المنظم البلد الممثل البلد المنظم. لدينا أيضا تفاصيل أكثر خصوص خاصة بالقرعة. لا يمكن الفرق المنتمية لنفس الاتحاد أن تتواجه في نفس المجموعة إلا فرق الاتحاد الأوروبي والتي تتكون من 12 فريقا. لا يمكن فريقين من بلد واحدة أن يتواجدا في نفس المجموعة. ستوزع الفرق من المستوى الأول على المجموعات. فرق الاتحاد الأوروبي ستوزع على المجموعات الأربعة. المجموعة الأولى والثانية والخامسة والثامنة. UEFA teams, as the teams from the host country, for scheduling purposes. ستوزع في أماكنها بعد ذلك على المستوى الثالث. Will be automatically allocated position 4 in Group A and Group B. الفريق المنظم. As a result, فرق الاتحاد الآسيوي ستوزع على المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. Automatically take the position corresponding to the team pot. ولدينا جميع الفرق في مكانها المحدد. In the interest of ensuring a competitive balance. In geographical diversity. المميز هو التنوع الرائع في هذه المجموعات والذي سيوصل الأمر من المراحل المتقدمة حتى النهائي. E and G. They will be paired in the round of 16 with the runners-up of groups B, D, F and H. Pathway 2 is a mirror image. The winners of groups B, D, F and H are paired with the runners-up of groups A, C, E, and G. The first true club world champion will be crowned on July 13th, 2025,
in New York, New Jersey. والنهائي سيكون في 13 من شهر يوليو 2025. نعم الأمر كان سهلا كما أريتكم بنفسي.